الشيخ الفاضل المفيد جدا الذي لا يخلو مجالسه من فائدة، الشيخ عبد الرزاق البدر، أنه لما شرح الأربعين جاءه عامل سوداني في مهنة من المهن المعروفة، كان يسكن في عزبة مع عمال ويحضر الدرس، فقال له: يا شيخ، أنا أحس أني صرت عالم. قال: كيف؟ قال: أنا أحس أني صرت عالم. قال: الشيخ كيف؟ الشيخ عبد الرزاق من ألطف الناس، والله لا يعرفه أحد إلا يحبه، وإني أشهد الله على حبه، ووالله إنه خير مني. نعم. قال له الشيخ عبد الرزاق: كيف؟ قال: يا شيخ، صرت الآن إذا فعل الناس أو زملائي شيئا أرد عليهم بالحديث، أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، من الأحاديث التي تعلمناها معك. والمقصود من الفائدة هذه أن أحاديث الأربعين حاوية لأصول العلم، أصول الخير، ولذلك ينبغي أن يعتني المسلم بحفظها وفهمها، فإنها مفتاح عظيم للعلم والخير.